السلام عليكم يا جماعه. تحدي جديد ومختلف. هنا التحدي ده عباره عن ايه؟ تحدي بيني وبين بورزا. التحدي ده عباره عن انك تجيب جون في اتنين حراس، هو ليه اربع كور وانا ليه اربع كور، واكتر واحد هيجيب منهم اجوال هيشرب الشوي. طبعا الخسران ملوش انه هيشرب شوي، اللي هو مثلا انا او هو، بس هو يقدر يشرب اللي ورا الكاميرا. الحراس اللي ورا طبعا عندهم ضمير جدا جدا. يلا بينا. يلا بينا. طبعا يا جماعه دلوقتي هنبدا التحدي. تمام، بس اولا كده اولا واخد بالك انت من التيشيرت بتاع الكوره دي؟ اصل انا بحب الحاجات البابره. طب انت في حاجه يا جماعه تلبسها خلاص بسرعه، الدنيا حر. البرح حلو طبعا، ده مش ملاصق مع ده، مش يلا بينا. هنبدا يا جماعه اول وقت في التحدي. تمام، طبعا كرت اربعه على اربعه. ماشي، لا ابدأ. لا ابدأ. ابدا انت. مش شوط نفسك ولا ايه؟ انا مش شوط. طبعا كنت بلعب زمان زمان في الاسيوط سبورت، والحمد لله بفضل الله كان بيجر عليا ففشلت. اوه، ليه ثلاث كور لسه بدري على بقى. يلا، الكره اصلا خربانه يا جماعه والله، الكره بتطير من الهواء. والكوتش ليس لائق على الحوار. انا مش لاعب كوره براحتي. لا لا يا عم، شوت بالكوتش. يلا يا جماعه كره ثانيه. تعال يا حبيبي تعال يا عم. الكره وين؟ صفر صفر صفر. ليه ثلاث كور؟ ليه ثلاث كور؟ طبعا احنا في عز الظهر اصلا، ومفيش حد هنا يجيب لنا كوره او نحجز. احنا نازلين اصلا من غير ما نحجز ولا اي حاجه. الدنيا دول مفيش حد اصلا بيلعب في الوقت ده، فانت تقدر الموضوع ده ودوس لايك وسبسكرايب، وهتلاقي القنوات الاساسيه تحت في الديسكربشن، خش عليها بس يا اسطى. والانستجرام بقى بالحب بقى التوب يا اسطى. طبعا يا زميلي انت عليك الشوب سنة 10. انا بحب الشوب رمان. يلا يا زميلي يلا. على فكره المفروض اصلا دي لاعب كوره. تمام، يلا سعد الله وارجع في الجو. يلا يلا رجع. الحمد لله كده اللي داخل هجيب دي. يعني هجيب دي. لا طب الصبر فين؟ حظك. يلا يا حبيبي. يا جماعه يا جماعه انت بتقول حظ؟ ايوه حظك. صلي بينا على النبي يا جماعه. ان شاء الله واثق كده ان انا هكسب، بيبقى عندي ثقه في نفسي. خلي بالكم يا جماعه، ريحوا نفسوكوا نفسوكوا نفسوكوا. انا هريح نفسوكوا عشان ما خليها زي ما انا خليتها لك. بيقول لي خليها زي ما في المونتاج. خليها لك. لا لا اصبر كده. ريحوا نفسيكوا، مش هتعرف تدخل فينا جواها. مش هتعرف تدخل فيكوا جواها. يا جماعه صلوا على النبي، انا عاوز الفيديو ده يوصل 5000 لايك. حبيبي يا ابو حسين. حبيبي يا زميلي. يا عم السلام. يلا اللي عليا الدور. يلا يلا يلا. طبعا يا جماعه دلوقتي انا جيت نص الملعب عشان رايح اجيب جول. انا عارف ان هي مش بالبعد او الجوده، ممكن اوقف كده هجيب جول، بس هما كده يمكن يرتعبوا شويه. الجو حر وانا مش مستحمل ما اشربش ساقع او ميه حتى. الله اكبر الله اكبر. تسلم يا صاحبي حبيبي. اعمل ايه؟ تعالى بقى خربت له البيت. طبعا يا جماعه عملت حركه احمد السقا. تسلم يا احمد السقا ابو جدعانة. يا عم هقول الله يكرمك. يا عم هقول يا جماعه يا جماعه. لا الكره دي بصراحه احسن كره شفتها. المفروض دي اخد الشوط. لا هي الكره دي حلوه جدا يا جماعه. كده واحد واحد، وهو باجي له كام؟ باجي له كوره صح وانا باجي له كوره. انا جبت خط. بس خلي بالك انت الاثنين ما عرفتش تجيب فيها اي جو. يا اخي ده جت في العارضه وجت في دماغك وجت في دماغك ودخل الجو. العيب انه هو. انا العيب في دماغك اللي موديها في داهيه. يا عم العيب انه هو كبير. الحلاق بيجي يحلق لك. يا عم جيب لي بالك اوقف معايا الجول. يلا يا جماعه. مين يا عم انت؟ مش عارف تصد اصلا. الكره خبطت في العارضه وخبطت في البصل ودخلت الجول. لعبت كوره حلوه. شهادتك يا صاحبي حبيبي. انت عايز تسلم علي؟ اسمع. لا ما هي القصه قصه تفكير يا جماعه. دلوقتي هو واحد واقف في الزاويه والتاني واقف في الزاويه، كل واحد يوم بيروح الزاويه دي وبيروح الزاويه. طبعا بشكر الكاميرا اللي جالي شوطها في النص عشان مش عارف يخش على بعض. لو خش على بعض هيلبسوا في بعض فكيك هتيجي جيوم. فكل واحد بيروح في الزاويه جات في النص. لا ميسي عرفكم ميسي. يلا يلا انجاب الكوره دي انجاب الكوره دي. تعادل يطلع بره يا صابت يا خابت. هتشوفوا يا جماعه الكوره هتعمل ايه. تعالى يا ابن تعالى يا حبيبي يا اسطى. تعالى يا ابن اصبر اصبر. احنا مش هنديك نقطه. قول من هنا يا عم. هديكوا هديكوا هديكوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
عم وانا يا عم. لا لا دي ما يمدش يا جماعه. لا ما تديله كلو يا جماعه. البرد يا اسطى 10. لا يا اسطى يا عم مش بشرب يا اخي انت يا جماعه مش هشرب. لا شرب لا 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 يا اسطى لا لا والله لا يا اسطى انت قلت يا اسطى يا جماعه يا جماعه والله العظيم والله العظيم احنا هنشربه تمام. يبقى في ميه بره يبقى يروح يشرب بس دي والله العظيم ما يشرب. اخر تشرب ميه ميه يلا احنا رابطين بس انتوا مش بطل انا البطل يا جماعه انتوا حاسين انتوا كسبتوا. لا يا اسطى انتوا جوال يا جماعه انا كسبان يا عم ادينا بقى يا عم ادينا بقى سلام عليكم. طبعا يا جماعه هنخليهم يبلبعوا طبعا بره الكاميرا ولا لا لا اشرب 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 ما خدهاش في ريحه اليوم يا جماعه هو ده عايزين يا جماعه انا خسرت امشي يا عم تعالى لورا الكاميرا تعالى لورا الكاميرا عباس لورا الكاميرا يا جماعه اشرب يا زميلي اشرب يا زميلي اشرب يا زميلي خلصها يا عباس خليه خليه اشرب خليه اشرب تعبان تقول فيدي يا عم انت شربت اهو يا اسطى ثاني مره بلاش تتحداني تمام الكره بايظه والله ما حد شرب مني يا اسطى شايف بوظ عليا يا جماعه اشرب يا زلمه يا طه يا طه بالله عليك خليني شويه يا اسطى خليني شويه الدنيا بايظه يا جماعه الدنيا بيجري وراها لا خويا يا طه طبعا يا رجاله عباس باظ جرب يا ابني جرب تعالى شوف شايف اللبس ايه يا عم ده؟ والراجل ده وشه شايف يا جماعه؟ ودي وشه باظ يا جماعه، الدنيا خربانه دلوقتي يا جماعه، برضه باظ يلا يا جماعه سلام